بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الأولى في مقرر مبادئ الاقتصاد. النهاردة إن شاء الله بنستكمل محاضراتنا في الاقتصاد الجزئي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن سلوك الإنتاج في الأجل القصير. المحاضرة القادمة بإذن الله هحاول إن أنا أتكلم فيها معاكم عن الجزء الخاص بالاقتصاد الكلي، وإن شاء الله هنحاول نختم بيها الموضوعات بتاعتنا. فبنعتبر ان محاضرة سلوك الانتاج في الاجل القصير هي ان شاء الله تعتبر يعني الموضوع الاخير الهام بالنسبة لكم في سلوك الانتاج في الاجل القصير. هو يعني هنكتفي به في الجزء الخاص بالتحليل الاقتصادي الجزئي في دراستنا لمبادئ الاقتصاد. بنقول ان نظرية الانتاج في الاجل القصير بتختلف عن الاجل الطويل. طب ايه هو الانتاج؟ نتعرف الاول كده مع بعض على الانتاج. بنقول الانتاج اللي هو the production هو عملية تحويل مستلزمات الانتاج اللي هي المدخلات باشكالها المختلفة، واللي بتشمل العمل والالات والارض والمواد الخام. كل ده بنحوله الى سلع وخدمات اللي هي المخرجات اللي هي بيحتاجها المستهلكين في اسواق السلع والخدمات. يبقى عملية الإنتاج هي تحويل للمواد من شكل إلى آخر، تحويل المواد من شكلها الخام إلى شكل سلع ومنتجات تشبع رغبات واحتياجات أفراد المجتمع. بنقول إن الكمية من السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها من أي عملية إنتاج بتعتمد على عاملين أساسيين. أول عامل هو كمية الموارد المتاحة، والموارد دي دايما بتتسم بالندرة، واحنا قلنا في اول مرة قابلنا فيها ان الندرة هي ندرة نسبية. والموارد المتاحة اللي احنا بنقصدها هنا هي العمل والارض ورأس المال اللي هي الموارد الطبيعية. العامل التاني المهم جدا هو الفن الانتاجي او التكنولوجي. الفن الانتاجي هو ده اللي بيحدد لي التوليفات المختلفة من عوامل الانتاج التي تعطينا اعلى انتاجية ممكنة لهذه العوامل الانتاجية او لهذه الموارد الطبيعية. يبقى تاني الانتاج هو تحويل المواد الخام ومستلزمات الانتاج الى سلع وخدمات، وهذه السلع والخدمات الهدف منها طبعا اشباع رغبات واحتياجات افراد المجتمع. العملية الانتاج دي بتعتمد على عاملين اساسيين. اول عامل توافر كمية الموارد المادية. الموارد المادية اللي هي الموارد الاقتصادية اللي هي عوامل الانتاج اللي هي العمل ورأس المال والارض بالاضافة للمواد الخام طبعا. والعامل التاني المهم جدا ان انا يكون عندي فنون انتاجية حديثة ومتطورة، وان انا استخدم تكنولوجيا حديثة عشان تديني اعلى انتاجية ممكنة لعوامل الانتاج. بنقول ان التكنولوجيا هي المعرفة، هي النوليدج، هي الطريقة الخاصة ب يعني مزج عوامل الانتاج وازاي هتم انتاج السلع والخدمات. والفنون الانتاجية دي والمعرفة والتكنولوجيا مختلف ما بين دول العالم. في دول متقدمة عندها تكنولوجيا متقدمة ومعرفة متقدمة، وفي دول نامية او دول متخلفة عندها فنون انتاجية متخلفة بسبب ان رصدها من المعرفة متخلف وضعيف. فبنقول استخدام التكنولوجيا المتطورة غالبا بيكون في شكل طرق انتاج جديدة، غالبا بيكون عندهم ابتكارات واختراعات وعندهم تطور سريع في فنون الانتاج. وهذه التطورات بتؤدي الى اما زيادة كمية المنتجات باستخدام نفس الكمية من الموارد المدخلات، او الى انتاج منتج جديد في اللي هي الاختراعات والابتكارات اللي كنا بنحكي عنها. ايضا التكنولوجيا المتطورة يمكن ان تستخدم بطريقة تؤثر على طريقة عملية يعني ادارة العملية الانتاجية نفسها. فبنقول مثلا اذا كانت التكنولوجيا مهمة لعملية الانتاج وبتؤثر على التوليفات المثلى لمزج عوامل الانتاج والحصول على اعلى كمية من المخرجات باستخدام نفس المدخلات او انتاج منتجات جديدة وابتكار منتجات حديثة واختراع منتجات، فطريقة ادارة العملية الانتاجية دي بتحتاج شخص مهم جدا. هذا الشخص بنسميه اللي هو الانتربرنور او المنظم. المنظم ده هو ده اللي بيعمل يعني اثر فارق في منشآت الاعمال سواء كانت بتنتج سلع او خدمات، وهو ده
اللي بيقدر ان هو بيكون ليه تأثير على كمية الناتج من السلع والخدمات. بنقول ان المنظم ده بيكون ليه دور هام جدا في منشآت الأعمال، وهو اللي بيحدد نوعية وكمية السلع والخدمات اللي بتنتجها المنشأة، هو اللي بيختار المزيج المناسب من عناصر الإنتاج الذي يستخدم في عملية الإنتاج للسلع والخدمات. بفكركم تاني ان احنا بنتكلم عن الانتاج وسلوك الانتاج في الاجل القصير. هو في اجل غير قصير، بنقول ايوه في الاجل القصير والاجل الطويل. في الاجل القصير the short run بنقول ان هو الفترة الزمنية التي لا تستطيع المنشأة خلالها تغيير عناصر الانتاج للمدخلات الثابتة مثل رأس المال والارض، وتستطيع فقط تغيير عناصر الانتاج المتغيرة مثل العمل ومستلزمات الانتاج. الأجل الطويل the long run هو الفترة الزمنية اللي يمكن للمنشأة خلالها تغيير عناصر الإنتاج المدخلات المتغيرة والثابتة، وبالتالي كل عناصر الإنتاج في الأجل الطويل بتعتبر متغيرة. دالة الإنتاج مهم جدا إن أنتوا تكونوا عارفينها. دالة الإنتاج هي صيغة بتوضح العلاقة بين المدخلات من عناصر الإنتاج وأقصى كمية إنتاج للمخرجات التي يمكن الحصول عليها من سلعة أو خدمة ما عند مستوى الفن الإنتاجي السائد أو مستوى التكنولوجي السائد. بنقول إن دالة الإنتاج في الأجل القصير بيكون فيها عنصر واحد فقط اللي متغير، هو عنصر العمل زي ما قلنا، فبيكون الموارد الطبيعية وبيكون رأس المال ثابت. فبنقول إن ال Q is a function of L N R and K. بنقول إن هي معناها إن كمية الإنتاج هتكون دالة في العمل والموارد الطبيعية ورأس المال، وطالما إحنا افترضنا ثبات الموارد الطبيعية ورأس المال فبالتالي هيكون هو دالة في عدد العمال فقط في الأجل القصير. دالة الإنتاج في الأجل القصير تاني زي ما اتفقنا هي بتعتمد على تغيير عنصر واحد فقط وهو عنصر العمل، وبالتالي بقية العوامل الثابتة، ونفترض ان العوامل الثابتة دي هي يعني هنفترض انها رأس المال اللي هي الآلات والمعدات اللي هتكون عندنا في المشروع. عندنا فروض هامة جدا عشان نقدر نفهم سلوك الناتج في الأجل القصير، وعندنا مفاهيم أيضا هامة جدا. المفهوم الأول اللي هو الناتج الكلي اللي هو التوتال برودكت. التوتال برودكت يعني هو إجمالي كمية الإنتاج اللي بيمكن إنتاجها من توليفة المدخلات. ولازم نأكد إن احنا هيكون عندنا فروض هامة زي ما كان عندنا فروض في دراسة الطلب وفروض في دراسة العرض، وكان عندنا فروض في دراسة اللي هو سلوك المستهلك من خلال قانون تناقص المنفعة الحضيض. هنا أيضا عندنا فروض عشان نقدر ندرس سلوك الإنتاج وعشان نقدر نفهم أيضا قانون تناقص الغلة اللي احنا هنناقشه في المحاضرة دي. الفروض أول حاجة إن كمية رأس المال ثابتة اللي هي الآلات هتساوي 10,000 أو 10 مليون أو 10 وحدات، وده هيكون قدر ثابت في الأجل القصير. الفرض التاني ان عنصر العمل هو المتغير الوحيد اللي بيؤثر على كمية الناتج. هنفترض ان احنا عندنا مشروع لانتاج اي منتج وليكن الاحذية مثلا. هنفترض ان المنشأة بترغب في زيادة الانتاج، فلذلك هتبدأ تزيد من كمية العمل المستخدمة في عملية الانتاج. هنفترض ايضا ان زيادة او اضافة العمال هيكون بكميات متساوية ومتتالية، يعني كل مرة هزود عامل واحد فقط وابدأ احلل وادرس اثر هذا العامل على الانتاج. بنفترض ايضا ان عنصر العمل متجانس، يعني كل العمال عندهم نفس القدر من الكفاءة والتعليم والتدريب، وان هم كلهم عندهم نفس المستوى من الاداء. الجدول اللي قدامنا ده الجدول الواحد ده بيوضح لي الناتج من الأحذية في الأجل القصير اللي بينتجه هذا المصنع. العمود اللي هو رأس المال اللي هو الكي كله 10، فبنفترض ان هو عندي الأصل الرأس مالي ثابت في الأجل القصير وقيمته 10,000 جنيه مثلا او 10 مليون جنيه، ايا إن كان اللي انتوا عايزينه، المهم ان هو ثابت. عدد العمال عندنا هيكون اللي هو في البداية صفر، مفيش أي عمال هنوظفهم، بعد كده نبدأ نزود عدد العمال كل مرة بوحدة واحدة، فبالتالي هنلاقي العمال بيزيد عندنا 1 2 3 وهكذا حتى نصل إلى العامل رقم 9. كمية الإنتاج بتزيد طبعا حتى نصل إلى مستوى عند العامل رقم 7. هنلاحظ إن الإنتاج عنده وصل إلى أقصى،
وإن هي تكرر الرقم مرتين عند العامل رقم 6 و7، 1950 1950. بعد كده هيبدأ الناتج الكلي يتناقص، ودي مهمة جدا نخلي بالنا منها. كمية الإنتاج المتوسط اللي هو ناتج قسمة الإنتاج الكلي على عدد العمال، بنلاحظ إن كمية الإنتاج المتوسط بتأخذ في التزايد حتى تصل إلى أقصاها عند العامل رقم 3، وبعد ذلك تأخذ في التناقص. كمية الإنتاج الحدي اللي هي التغير في الإنتاج الكلي اللي هي إنتاجية العامل الإضافي، بنلاحظ إنها هي أخذة في التزايد حتى تصل إلى أقصاها عند العامل رقم 2 اللي هو 500 وحدة من الأحذية للعامل رقم 2، ده إنتاجه الحدي. بعد كده هتأخذ في التناقص، وهنلاحظ إنها وصلت إلى الصفر عند العامل رقم 7، وبعد ذلك أصبح الناتج الحدي سالبا للعامل رقم 8 والعامل رقم 9، ودي مهمة جدا تكون واضحة بالنسبة لكم. بنقول أيضا إن احنا لازم بقى نراجع تاني على المفاهيم الأساسية. قلنا تاني الناتج الكلي للعمل هو the total product of labor اللي هو ال TPL، total product of labor هو إجمالي كمية الإنتاج التي يمكن إنتاجها عند استخدام كمية معينة من العمل اللي هو عنصر الإنتاج المتغير مع كمية ثابتة من رأس المال. الناتج المتوسط للعمل the average product of labor هو ده إنتاجية العامل الواحد، ويتم حسابه بقسمة كمية الناتج الكلي على عدد العمال. يعني ال ABL ال average product of labor equal Q over L بيكوال الناتج الكلي مقسوم على عدد العمال. الناتج الحدي للعمل the marginal product of labor the MPL هو التغير في الناتج الكلي نتيجة التغير في عدد العمال بعامل واحد، أو هو إنتاجية العامل الأخير المضاف إلى قوة العمل. فيهمنا ان انتوا تكون واضح بالنسبة لكم ان الناتج الحدي للعمل هو عبارة عن التغير في الناتج الكلي مقسوما على التغير في عدد العمال. يعني كأن احنا بنقول ان الـ MPL of labor equal delta Q over delta L، يعني بعبارة اخرى هو equal Q2 minus Q1 over L2 minus L1. في منحنيات هامة جدا أتمنى أنها تكون واضحة بالنسبة لكم، اللي هي منحنيات الناتج في الأجل القصير. هيكون عندنا ثلاث أنواع من المنحنيات هامة جدا، أو المنحنى منحنى الناتج الكلي the total product curve، وده بيصور العلاقة بين الكمية المستخدمة من العمل يعني عدد العمال. لما بيزيد عدد العمال بعامل واحد كل مرة ازاي بيتغير كمية الانتاج يعني بعدد وحدات معين، فهو السلوك ده بيوضحه لي منحنى الناتج الكلي. ومنحنى الناتج الكلي زي ما انتم ملاحظين من السلايد اللي ظهر امامكم الان، ان منحنى الناتج الكلي بيأخذ في التزايد حتى يصل الى اقصى عند العامل رقم 7. فبنقول ان منحنى الناتج الكلي زي ما انتم شايفين في السلايد اللي قدامكم، عندنا على المحور الأفقي بيكون عندنا عدد العمال، وعلى المحور الرأسي بيكون حجم الناتج الكلي. وبنلاحظ ان العامل رقم 7 هو بيمثل نقطة التحول اللي عندها بيبدأ الناتج الكلي في التناقص. فبنقول ان هو زي ما هو واضح قدامكم بيتزايد الناتج الكلي من البداية بمعدل متزايد حتى العامل رقم 2 العامل الثاني، ثم يبدأ التزايد يكون بمعدل متناقص حتى العامل رقم 7، وبعد إضافة العامل رقم 7 هيبدأ يقل الناتج الكلي وبيأخذ شكل المنحنى اللي هو منحنى الناتج الكلي، بيأخذ شكل الاتجاه النزولي، وده اللي بيوضح لي سلوك الناتج الكلي. منحنى الناتج الكلي وسلوكه عندما يتم ربطه بسلوك منحنى الناتج الحدي والناتج المتوسط بتوضح أكتر هذه العلاقات بالنسبة لكم. فبنقول إحنا هنا بنفضل دايما إن إحنا يعني نحلل العلاقات دي من خلال رسم بياني في المنحنيات أسفل بعضها بهذا الشكل، بحيث إن أنت يكون واضح بالنسبة لكم إن اللي هي العامل رقم 2 عندما وصل الناتج الحدي إلى أقصى أهو منحنى الناتج الحدي اللي هو الخط الأخضر المنقط ده، لما وصل الناتج الحدي إلى أقصى
فده عند العامل رقم 2 عند النقطة A، ودي هي نقطة التحول في زيادة الناتج الكلي بمعدل متزايد، وهيبدأ بعدها يزيد بمعدل متناقص بسبب تناقص الناتج الحادي اللي هو تناقص الماجنال برودكت اوف ليبر. بعد كده بنلاحظ ان الناتج الحادي اللي هو الخط الاخضر النقط ده اخذ في التناقص حتى وصل الى الصفر عند العامل رقم 7، وعند العامل رقم 7 في الرسم الشكل البياني اللي في اعلى السلايد اللي امامكم، بنلاحظ ان عند النقطة سي وصل الناتج الكلي فعلا الى اقصاه. طيب تعالوا نشوف المنحنى اللي باللون الازرق. المنحنى اللي باللون الازرق ده بيوضح سلوك الناتج المتوسط اللي هو الـ Average Product of Labor. The Average Product of Labor the APL بنلاحظ ان هو بيزيد ويصل الى اقصى عند النقطة E. النقطة E دي اللي هي بيحصل فيها التقاطع بين منحنى الناتج المتوسط والناتج الحادي. The intersection point اللي هي البوينت E دي، البوينت E دي لو احنا شفنا في الانعكاس هنا على المنحنى عند النقطة B في منحنى الناتج الكلي، بنلاحظ فعلا ان النقطة دي حصل عندها تغير في الناتج المتوسط، واحنا هنا بنقول ان ده وصل فيها الناتج المتوسط الى اقصاه عند النقطة B في الناتج الكلي، وعند النقطة E في اللي هي نقطة التقاطع بين الناتج المتوسط والناتج الحادي. بنقول ان الكلام ده كله بيحكمه قانون اسمه قانون تناقص الغلة. وقانون تناقص الغلة اللي هو بيحكي عن الدايمنشن ريتيرنز، والدايمنشن ريتيرنز هنا مقصود بيها تناقص الانتاجية الحدية او تناقص الناتج الحدي. بنقول ان قانون تناقص الغلة بينص على ان اضافة وحدات متتالية من عنصر انتاج متغير وهو عنصر العمل الى عناصر الانتاج الاخرى، وان يكون التكنولوجيا ثابتة طبعا، فان ذلك بيؤدي الى زيادة الناتج الحادي لعنصر العمل في البداية، ثم يتناقص الناتج الحادي بعد ذلك في المرحلة التالية لها. واذا استمرت المنشأة واستمر متخذ القرار في إضافة وحدات أخرى إضافية من عنصر الإنتاج المتغير اللي هو من عنصر العمل يعني، فبالتالي هيصبح الناتج الحادي للعمل سالبا. طيب بنقول أيضا إن المراحل الثلاثة أو المرحلة للمرحلة الأولى هيتزايد فيها الناتج الحادي للعمل، وده هيؤدي إلى زيادة في الناتج الكلي بمعدل متزايد، ودي مهمة جدا تبقى واضحة بالنسبة لكم. وهيصل الناتج المتوسط للعمل إلى أقصاه، وبتستغرق هذه المرحلة حتى إضافة العامل رقم 3. المرحلة الثانية بيتزايد فيها الناتج الكلي بمعدل متناقص، وده بيؤدي إلى تناقص الناتج الحادي للعمل أو بيرتبط بتناقص الناتج الحادي للعمل. فطبعا الناتج الحادي للعمل هو لما بيتناقص، فده معناها إن الناتج الكلي بيزيد بمعدل متناقص، وفي الحالة دي بيكون الناتج المتوسط للعمل أيضا هيبدأ في التناقص، وبتبدأ المرحلة دي بعد إضافة العامل رقم 3 أو من عند النقطة B على المنحنى اللي هو المنحنى الناتج الكلي، وبتنتهي عند العامل رقم 7. المراحل الثلاثة زي ما احنا شايفين، أدي المرحلة الأولى، أدي المرحلة الأولى اللي هي بتنتهي عند نقطة التقاطع ما بين الناتج المتوسط والناتج الحادي اللي عندها بيصل الناتج المتوسط إلى أقصاه. وأدي المرحلة الثانية، المرحلة الثانية بدأت من عند نقطة التقاطع بين المتوسط والحادي وانتهت عندما كان الناتج الحادي بيساوي الصفر. وأدي المرحلة الثالثة اللي هي فيها أصبح الناتج الحادي سالبا، وعندما أصبح الناتج الحادي سالبا أصبح الناتج الكلي آخذا في التناقص. طيب نقول إن المرحلة الثالثة بتبدأ عند إضافة العامل رقم 8 إلى قوة العمل أو عند النقطة سي على منحنى الناتج الكلي، وعند إضافة العامل الثامن بيحدث انخفاض في الناتج الكلي، وعندما يحدث انخفاض في الناتج الكلي بيصبح الناتج الحادي سالبا،
والناتج المتوسط بيأخذ في التناقص فقط، يعني اللي بيصبح سالبا هو الناتج الحدي للعمل. طبعا الترتيب الخطوات، ان لما الناتج الحدي للعمل بيصبح سالبا، ده بيؤثر على الناتج الكلي، وبيصبح الناتج الكلي آخذ في الانخفاض. تمام. طيب، فبنقول بقى ان في تمرين عند حضراتكم في الكتاب، اتمنى انكم تحلوه، على سلوك الانتاج في الاجل القصير. وهذا التمرين اللي هو في التدريب الثاني اللي هو بعد صفحة 92، صفحة 93 غالبا. فعندكم سؤال يخص اللي هو قانون تناقص الغلة والتطبيق على الشرح اللي احنا شرحناه دلوقتي، فأتمنى ان انتوا تحلوه وتسلموه عشان أعمال السنة. وبشكركم جدا، وأتمنى يكون الموضوع ده كان واضح بالنسبة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.